كاع القصص اللي عاودت لكم في جهه والقصه ديال اليوم في جهه اخرى. هاد القصه غادي نسميها معجزه ربانيه. احداث القصه كتدور على اختفاء بنت 20 عام من مدينه اسفي. اختفت في واحد الظروف اللي غامضه بزاف بلا ما تخلي وراها حتى اخبار ولا شي اثار، ومن بعد 3 ايام غادي يلقاوها في واحد الوضعيه اللي ما غطيحش لكم على بالكم. اولا شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم على القصه اللي فاتت. اغلبيه منكم قالوا لي القصه زوينه وطريقه السرد ديالك زوينه، ولكن راه الفيديو دوخنا بزاف بحكم انني كنت درت لكم غير واحد الطوموبيل وبقات كدور. المهم ديك الطريقه غنبقاش نعاودها، واللي خلاني نسجل لكم الفيديو بهذه الطريقه هذه راكم عارفين انا كنصور وكنمونطي غير بالتليفون، وهذا الشيء اللي كيخليني نطاطل عليكم بزاف، وانا داك التطال ما كنبغيش وما كنبغيش نغبر عليكم. هذا الشيء اللي خلاني ندير لكم الفيديو بديك الطريقه باش دغيا نمونطيه ودغيا نحطو لكم. المهم غير صبروا معايا شويه بين ما تقاد الامور، وان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات غيعجبوكم بزاف. المهم نبداو القصه ديال ناديه. في عمرها 20 سنه ساكنه في مدينه اسفي، تخرجت من الجامعه وكان هذاك اخر عام ليها في الكليه. الاب ديالها كان تاجر عنده واحد الكروسه كيبيع فيها الخضره. الام ديالها بات بيت وفي نفس الوقت خياطه كتخيط للناس غير من الدار، وعندها جوج خواتاتها وهي الكبيره فيهم. ناديه ملي سالت الكليه بدات كتدفع لبزاف ديال السطاجات، كان الهم ديالها هو تلقى خدمه باش تقدر تبدل الوضعيه ديالهم للاحسن بحكم الحاله الماديه ديالهم اللي كانت صعيبه بزاف. من بعد واحد المده تقدم واحد السيد لدارهم باش يخطبها من والديها، وهذا السيد كان ميسور ومعروف، عنده محل كبير ديال التجاره، وكان كيعرف الاب ديالها حيت كان كيبيع قريب للمحل ديالو تما شاف ناديه. والديها فرحوا بزاف خاصه الاب ديالها، قال مع راسو على الاقل وحده من بناتي غادي تزوج ونتهنى عليها وتامن مستقبلها مع راجلها. وناديه كان عندها راي اخر حيت ما كانتش باغا هذه الخطوبه هذه، ولكن ما قدرتش تقولها للاب ديالها حيت هو كان انسان صارم وما كياخذش برايهم. داكشي علاش سكتات وقبلت بهذه الخطوبه هذه. واخا هكاك ما استلماتش وبقات كتقلب على الخدمه، حتى واحد النهار عيطوا عليها لواحد الشركه باش تدوز مقابله عمل. نضت في هذاك الصباح وهي فرحانه وكتوجد راسها لديك المقابله، مشات دوزاتها وكلشي كان مزيان. ملي خرجت وصلت على الام ديالها وقالت لها كلشي داز بخير، ودابا راه كنتسنى غير الرد ديالهم. ومن بعد قالت لي انا غادي نمشي عند صاحبتي اسماء نلعبوا واحد الماتش ديال الكره، بحكم ان ناديه كانت عزيزه عليها الكره بزاف. الام ديالها قالت لها سيري ولكن رجعي بكري ما تعطليش قبل ما يجي باباك. دازت واحد الوقت لاحظت الام ديالها باللي ناديه تعطلات بزاف، بقات كتصون عليها ولكن كتلقى التليفون ديالها طافي. بقات شحال من مره كتحاول معاها ولكن بدون فائده. قالت ارا نصوني على اسماء اللي كانت معاها اخر مره. ملي صونت عليها وسولتها على ناديه في الاول بدات كتدخل وكتخرج في الهضره. من بعد قالت لها ملي سالينا الماتش تفرقنا وما عاودش شفتها، انا مشيت لدارنا وخليتها حتى هي غدا للدار. هنا ام ناديه قطعت معها وعرفت بلي شي حاجه وقع لبنتها، حيت ماشي من عادتها تطفي التليفون ولا تعطل بحال هكا. خرجت كتسول في الحي كامل وحتى شي واحد ما شافها. وصلت السبعة د العشيه والبنت ما بانتش. مشات عند راجلها قالت مع راسها يقدر تكون دازت لعندو تما وبقات معاه، حيت ناديه بعض المرات كتمشي عند الاب ديالها وكتعاونو، ولكن ملي مشات عنده ما لقاتهاش وما جاتش كاع لعندو. عودت ليه كاع داكشي اللي وقع وتسنى وتوصل 9 الليل ربما تبان، ولكن بدون نتيجه. مشاو ديك الساعه وديكلاراو بالاختفاء ديالها في البلاصه، البوليس خرجوا كيقلبوا عليها، وبقاو ديك الليله كامله وهما كيقلبوا عليها، ولكن للاسف ما لقاو عليها حتى شي خبر. بداو التحقيقات ديالهم واول وحدين بداو معاهم هما الاصدقاء ديالها، حيت الام ديالها قالت لهم باللي هي قالت لي غتلعب ماتش مع صحابها. امها عارفه الفرقه اللي كتكون معاهم وخاصه اسماء. ملي داروا معاهم تحقيق كلهم قالوا نفس الهضره، ما شفناهاش وما لعبناش الماتش اصلا. ملي بداو كيحققوا مع اسماء لاحظوا انها متوتره ومخلوعه بزاف، داكشي علاش بقاو كيديو وكيجيبوا معاها في الهضره باش تهدن. واول حاجه قالتها لهم هي ان ناديه ما كانتش معاها البارح، وغير كذبات على الام ديالها باش تغطي عليها. وراتهم واحد الميساج مصيفته ناديه ليها، كتبه في هذا الميساج انا غادي نقضي واحد الغرض ضروري وراني قلت لماما باللي انا معاك وغنلعبوا ماتش، علمتك باش بلا ما تجي عندي للدار وتسولي عليا. هنا بداو كيضغطوا عليها باش تعاود لهم معلومات اكثر اللي يستافدوا منها. قالت لهم باللي انا عارفه ناديه عندها علاقه مع واحد الشخص وسميتو خالد، وهو استاذ كيجي مره يدير لنا الحصص، وكانوا كيعرفوا بعضياتهم، ومؤخرا كانت بيناتهم شي مشاكل حيت ناديه تخطبات. ديك الساعه مشاو لقاو القبض على خالد وبداو معاه التحقيق. قال لهم انا ناديه ما بيني وبينها حتى شي حاجه وكنت كنشوفها غير من بعيد في الحصص ديالي. ملي بداو البوليس كيضغطوا عليه لاحظوا تناقض كبير في الاقوال ديالو، وبدا كيبان عليه التوتر في وجهه. من بعد 12 ساعه هما في التحقيق جابوا ليه التصاور ديال الام والجده ديالو، قالوا ليه تخيل وحده منهم وقع عليها هادشي كيفاش غادي تكون رده الفعل ديالك. خالد ملي سمع هادشي حس بتانيب الضمير وبدا كيبكي بواحد الطريقه هيستيريه، خلاه حتى برد وبدا كيعترف ليهم بكلشي. داك النهار ملي سالت ناديه مقابله عمل مع ديك الشركه، مشات تلاقات مع خالد حدا واحد الجرده كان كيتسناها بالطوموبيل، ركبات معاه وبداو كيتناقشوا بخصوص الخطوبه ديال ناديه. قالت ليه خاصك تلقى معايا حل وتجي لدارنا باش نفسخ الخطوبه ديالي مع داك السيد ونتزوجوا انا وياك. هو قال ليها انا دابا ما مستعدش حيت عندي مسؤوليات كثيره وخاصني نشوف شي دار هي الاولى وخاصني نفرشها وعندي كريدي ديال الطوموبيل. قال ليه عطيني شويه ديال الوقت وهضر مع الاب ديالك باش يفسخ هذه الخطوبه هذه. بداو كيتغاوتوا مع بعضياتهم حتى حبس الطوموبيل وقال ليها انزلي سيري في حالك، وهي قالت ليه شي هضره اللي استفزاته بها وهو بقى فيه الحال ديك الساعه. الويد على عنقها وجرها بالجاج حتى تسمعت شي حاجه ترتقط في عنقها. ملي تلقاها شافها مغيبه
بات تخلع وخرج من الطنوبيل وبقى كيفكر اش غادي يدير، وقال خاصني نقتلها باش نتهنى منها وما يعاقب بيا حتى واحد. رجع للطنوبيل وجبد الصنطه ديالو وعاود لوها على عنقها وخنقها حتى تقطعات النفس ديالها. من بعد داها لواحد الغابه بعيده بزاف على المدينه وحفر لها واحد الشويه في واحد البلاصه وحطها تما ورمى عليها التراب ودار عليها الوراق ديال الشجر. ملي داهم باش يوريهم فين دفنها تخلع وداخ ما بقاش عاقل حتى فين حطها. في الاول ظنوا بلي غير كيكذب عليهم. واحد الشويه الكلاب ديال البوليس بداو كينبحوا في واحد الجهه وتما لقاوها، ولكن الصدمه اللي غنقول لكم دابا ما غاديش تصدقوها. لقاو ناديه دقات ديال قلبها باقين كيضربوا وكتحرك واحد الصبع ديالها بشويه، لان ملي دفنها خالد ما حفرش حفره غارقه بزاف، حفر غير واحد الشويه دارها تما وغطاها بشويه ديال التراب ودوك الوراق ديال الشجر. داكشي علاش بقى كيدخل ليها الهواء. طلعوها لومبيلونس وداوها للمستشفى بالزربه لان الحاله الصحيه ديالها كانت خطيره بزاف، وكان قال لهم الطبيب محال واش تعيش، ولا كاع عاشت ما غاديش تقدر تحرك ولا تهضر. ومن بعد مده وهي كتعالج تحسنت الحاله الصحيه ديالها ورجعت كيف ما كانت، وكتاب ليها الله تعيش حياه جديده. تحكم على خالد ب 15 سنه ديال الحبس. والصدمه الكبرى هو ان خالد كان مزوج وعنده ولد، وفي ديك الفتره كان غير كيكذب على ناديه. داكشي علاش فاش شاف جبدات معاه الموضوع ديال الخطوبه باش يجي لدارهم بدا كيخرج ويدخل في الهضره باش يتهرب منها. وحاليا ناديه مزوجه وتزوجت بهذاك اللي كان خاطبها في الاول. وهنا وصلنا لنهايه القصه اللي كانت معجزه ربانيه. انا متاكد ان بزاف ديال البنات غياخذوا العبره من هذه القصه هذه. لو وصلت حتى لهنا ما تنساش دير متابعه للصفحه وتفاعل مع الفيديو وتبارطاجيه مع اصحابك.